مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة مساء. مرحبا بكم ونبدأ النشرة بأهم العناوين. بتكليف ثامن سمو السيد هيثم بن طارق يتوجه غدا لجمهورية أوزباكستان لترأس وفد السلطنة في حفل افتتاح المبنى الجديد لمكتبة أبي الريحان البيروني بطشقند. الانتهاء من أعمال مشروع تحسين وتوسعة مصفات صحار بنحو 2,600,000,000 دولار. الخطط الأكاديمية واستراتيجية الاستثمار لمشروع جامعة عمان ومدينة العلم والتقنية أمام اللجنة الاستشارية الدولية للمشروع. مايك بومبيو وزيرا جديدا للخارجية الأمريكية خلفا لريكس تيلرسون. وتتابعون في الأخبار الاقتصادية. أكثر من 32 ألف مؤسسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ريادة. وفي أخبار الرياضة تتابعون. مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يعلن القائمة المستدعاة للمعسكر الداخلي الذي يسبق مواجهة فلسطين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، يغادر البلاد غدا صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد متوجها إلى جمهورية أوزبكستان لترأس وفد السلطنة المشارك في حفل افتتاح المبنى الجديد لمكتبة أبي الريحان البيروني المقرر إقامته الخميس المقبل في العاصمة الأوزبكية طشقند. وقد شيد مبنى المكتبة بأوامر سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، تقديرا من جلالته أيده الله للإسهامات العلمية للعلم والعلماء الذين قاموا بدور كبير في خدمة علوم الدين والفقه والتاريخ والفلك والحساب والجبر والعلوم الأخرى، ولما تحتويه هذه المكتبة من كنوز ثقافية وحضارية عريقة ومخطوطات ووثائق تاريخية وإسلامية. ويرافق صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وسعادة السفير محمد بن سعيد اللواتي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية أوزبكستان وسعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام مكتب المفتي العام للسلطنة وسعادة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية وسعادة حبيب بن محمد الريامي أمين عام مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وسعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وسعادة السيد فيصل بن حمود البوسعيدي مستشاري وزير التراث والثقافة وسعادة السفير أحمد بن خميس الجمري رئيس دائرة آسيا الوسطى بوزارة الخارجية. هذا وتشهد العلاقات بين السلطنة وجمهورية أوزباكستان تطورا متواصلا ونجاحا مستمرا في الكثير من المجالات لا سيما الاقتصادية والثقافية والتعليمية. التاريخ الأوزبكي العريق وتراثها الإنساني كان له دور حضاري على طريق الحرير البري،
وقدمت علماء ساهموا بمعارفهم وجهودهم في إثراء الحضارة الإسلامية. أوزباكستان، هنا بلاد البخاري والترمذي والخوارزمي وابن سينا والبيروني والزمخشري، تاريخ إسلامي فريد من نوعه في آسيا الوسطى. وهذه طشقند عاصمة أوزباكستان، المدينة القديمة على طريق الحرير البري من الصين إلى أوروبا. واليوم تحتضن المدينة 15 متحفاً و200 دار عرض وأكثر من 300 مسرح وما يزيد على 3000 مكتبة عامة ومتخصصة، وبها جامعات احتلت مراكز متقدمة جعلتها ضمن 500 جامعة متطورة في العالم. والسلطنة من الدول المؤسسة مع جمهورية أوزباكستان لاتفاقية عشق أباد للنقل والعبور، وترتبط البلدان باتفاقيات متعددة في قطاعات مختلفة، حيث تجمعهما لجنة حكومية مشتركة. من المقرر أن تعقد اجتماعات دورتها المقبلة في مسقط خلال شهر ديسمبر المقبل. العلاقات العمانية الأوزبكية قد يظن البعض أنها حديثة لكون أوزبكستان دولة حديثة، ولكن هذا البلد معروف على تاريخيا ببلاد ما وراء النهر، ولا ننسى انه بلاد ما وراء النهر احد الفاتحين له هو الفاتح العماني الكبير المهلب بن ابي صفرة، اللي كان له دور كبير في فتح هذه البلد هو وابنائه. كذلك الفراهيدي له تاثير كبير في اللغه الاوزبكيه، في خاصه في اوزان الشعر، حتى انه الشعر الاوزبكي المعروف على النوايي يعني يمدح كثير في كتابه عن هذا الشعر وهذه الأوزان اللي اقتبسها منه هذا. وتمضي العلاقات العمانية الأوزبكية بشكل متطور في المجالات كافة، بمبادئ يسودها الاحترام المتبادل المبني على الصداقة والتفاهم والتعاون الإيجابي المشترك. الكثير من المعالم الأثرية تحتويها هذه المدينة العريقة المليئة بعبق الحضارة الإسلامية التي يعود تاريخ بعضها إلى القرن 16 الميلادي. من مدينة طشقند لتلفزيون سلطنة عمان، أحمد بن عبد الله الندابي، جمهورية أوزباكستان. أعلنت شركة أوربك عن انتهاء الأعمال في مشروع تحسين وتوسعة مصفاة صحار بتكلفة بلغت نحو 2,600,000,000 دولار أمريكي. المشروع وفر نحو 3,000 وظيفة للشباب، ويسعى إلى المحافظة على البيئة والصحة العامة وتحسين عمليات الإنتاج في المصفاة. المحافظة على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل الانبعاثات وإعادة تدوير مياه المخلفات الصناعية في مصفاة صحار كان الهدف الأساسي لمشروع تحسين المصفاة الذي بدأ العمل به في عام 2014 وانتهى في شهر ديسمبر الماضي بتكلفة بلغت نحو 2,600,000,000 دولار أمريكي. والهدف من هذا المشروع كان لمعالجة بعض العقبات التي تواجه المصفاة الحالية من ناحية البيئية نتيجة لتدني مستوى الخام النفط، بحيث أصبح ثقيل ولا يمكن تكسيره. أهداف أخرى يسعى إليها مشروع تحسين مصفاة صحار تمثلت في تحسين عمليات المصفاة الحالية ورفع إنتاجية مادة النفاثة لتمويل مصنع العطريات وتقليل استيرادها من نسبة 70% إلى نسبة 30%، ورفع إنتاجية مادة البوليبروبلين لتمويل مصنع البوليبروبلين وتقليل الاستيراد من نسبة 40% إلى نسبة 0. كما يسعى المشروع أيضا إلى إنتاج مادة القار لأول مرة في السلطنة لتغطية طلب السوق المحلي. مثل هذه المشاريع نحن كمجلس بلدي
يهمنا كثير جدا ما يخص المجتمع أو ما يخص الإنسان. ما تقوم به هذه الشركة وما رأيناها اليوم في الحقيقة نتمنى أن تحذو باقي الشركات مثل ما تقوم به شركة أوربك. أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمانيين وفرها مشروع تحسين مصفات صحار، سواء من خلال التوظيف المباشر لشركة أوربك أو من خلال الشركات المقاولة في أعمال المشروع. من ميناء صحار في محافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البعدي. مشروع قانون الشركات التجارية ودراسة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة أهم ما ناقشه مجلس الدولة خلال اجتماعه السادس لدورة الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، وتدارس أعضاء المجلس عددا من المقترحات حول مشروع قانون تنظيم الطائرات الصغيرة بدون طيار ومكاتب الخدمات التدريبية الخاصة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة. الخطط الأكاديمية ومجالات الأعمال واستراتيجية الاستثمار لمشروع المدينة الجامعية جامعة عمان ومدينة العلم والتقنية محور مناقشات اللجنة الاستشارية الدولية للمشروع خلال اجتماعها الرابع. واستعرضت اللجنة كذلك برنامج أعداد القدرات وخطط الجامعة لابتعاث الطلاب ومراحل تطور المشروع على مستوى المخطط الهندسي ومراحل التنفيذ المقترحة بما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الأكاديمية والبحثية والتنفيذية المخططة للمدينة الجامعية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي عضوة اللجنة العليا ورئيسة اللجنة الرئيسية التنفيذية لمشروع جامعة عمان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية خلفا لريكس تيلرسون، كما عين جينا هاسبل نائبة بومبيو لتكون المديرة الجديدة للمخابرات المركزية. وأوضح الرئيس الأمريكي أن قرار تعيين بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جاء بعد نجاحه في تعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية وتطويره قدرات الولايات المتحدة الهجومية والدفاعية. وتأتي إقالة تيلرسون بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن قضايا بينها روسيا والملف النووي الإيراني في وقت تستعد فيه الإدارة الأمريكية لاجتماع هو الأول من نوعه مع زعيم كوريا الشمالية. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إصراره على متابعة جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية ومطالبة حركة حماس بتسليم ملف الأمن الداخلي لها. وقبيل زيارته للقطاع لافتتاح مشروع محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تعرض موكب الحمد الله لانفجار عبوة وهو ما قوبل بتنديد من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس. بعد افتتاحه مشروع محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال قطاع غزة، أنهى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بشكل عاجل زيارته إلى القطاع إثر تعرض موكبه لانفجار عبوة وهو ما قوبل بتنديد من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس. هي محاولة اغتيال المصالحة الفلسطينية، من أراد أن يغتال رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة أراد أن يغتال المصالحة الفلسطينية. ندين حركة حماس هذه الجريمة النكراء والتي أرادت استهداف الأمن والاستقرار في قطاع غزة واستهداف وحدة ومصالحة الشعب الفلسطيني. نحن نطالب وزارة الداخلية والجهات الأمنية بإدارة الصراع في فتح تحقيق فوري وعاجل وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة. الحمد لله وبعد الحادثة طالب بضرورة تسليم ملف الأمن في قطاع غزة لحكومته، مؤكدا أن الرد المناسب سيكون من خلال تسريع خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي. صلوا واصل ورح نيجي على غزة، ولو أنا مش مسافر بكرة مش على نروح اجتماع كان قاعد في غزة اليوم وبكرة وبعده ورح أرجع على غزة. الرافضين لوحدة الوطن وسلامته ووحدته تحت نظام السياسي ممثل بالرئيس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء
لن تثنينا أي محاولات إجرامية عن الاستمرار في الحرص على وحدة الوطن. وعلى الرغم من اتفاق الوحدة الذي توسطت فيه مصر، ما زالت السلطة الفلسطينية وحماس منقسمين بشأن كيفية اقتسام السلطة الإدارية في قطاع غزة. كل الشعب زهق من الوضع اللي احنا فيه، وبنتم نترجى من الكل انه بكفي القسام، ونتمناهم انه بكفي يعني اللي بيصير معانا. الشعب تعب. حالة صدمة ومزيج من التساؤلات والغضب والاستهجان لدى أهالي القطاع بعد الانفجار الذي تعرض له موكب حكومة الحمد الله، الذي قلب المشهد المتفائل لديهم وحوله لصورة قاتمة غير واضحة الملامح. منى حلس، لتلفزيون سلطنة عمان، غزة، فلسطين. غادر أكثر من 100 مدني بينهم مرضى ومصابون بالغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بموجب اتفاق إجلاء بين روسيا والفصائل المسلحة. وتعد هذه الدفعة الأولى من عدة دفعات من المرضى متوقع إجلاؤهم للعلاج خارج المنطقة المحاصرة. وأقامت الحكومة السورية والجيش الروسي ممرا إنسانيا خارج الغوطة الشرقية للمساعدة في عملية الإخلاء من المنطقة التي يقطنها نحو 400,000 شخص. في جانب آخر، استنف الطيران السوري ولليوم الثاني قصف عدد من البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة درعا بجنوب سوريا. وتقع المحافظة ضمن مناطق عدم التصعيد المشمولة بوقف إطلاق النار. إلى اليمن، حيث قتل 7 أشخاص وأصيب 30 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقرا أمنيا في مدينة عدن، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. في الأثناء، قالت المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في اليمن ليز جراندي، التي عينت خلفا للمسؤول السابق جيمي ماك جولدريك، قالت أنها ستقدم كافة أشكال الدعم والمساندة لليمن لتجاوز تحدياته وأوضاعه الصعبة وإيصال الاحتياجات الإغاثية والإنسانية والطبية. وكانت الأمم المتحدة قد وجهت نداء للمجتمع الدولي في يناير الماضي بتوفير نحو 3 مليارات دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون يمني. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. قرية بدت بولاية السويق شواهد تروي عراقة المكان بوداعتها وأفلاجها المتدفقة. بتكليف سام سمو السيد هيثم بن طارق، يتوجه غدا لجمهورية أوزبكستان لترأس وفد السلطنة في حفل افتتاح المبنى الجديد لمكتبة أبي الريحان البيروني بطشقند. الانتهاء من أعمال مشروع تحسين وتوسعة مصفات صحار بنحو 2,600,000,000 دولار. الخطط الأكاديمية واستراتيجية الاستثمار لمشروع جامعة عمان ومدينة العلم والتقنية أمام اللجنة الاستشارية الدولية للمشروع. مايك بومبيو وزيرا جديدا للخارجية الأمريكية خلفا لريكس تيلرسون. العلاقات العمانية الأردنية الوطيدة وآفاق تعزيزها كانت ضمن لقاء معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية مع معالي نايف الحديد رئيس وفد مجلس الأعيان الأردني في لجنة الأخوة البرلمانية العمانية الأردنية خلال استقباله له اليوم.
وقد أشاد وفد مجلس الأعيان الأردني بشمولية مسيرة النهضة المباركة والتنمية المستدامة الشاملة التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. انطلقت بجامعة السلطان قابوس فعاليات ملتقى المشاريع البحثية الاستراتيجية الممولة من منحة المكرمة السامية من جلالة السلطان المعظم. الملتقى الذي ناقش عددا من البحوث يسعى إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع للاستفادة من الجهود العلمية والبحثية. لا شك بأن الجميع الظواهر والقضايا ذات الطابع الاستراتيجي في المجالات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والاقتصادية هي نتائج البحوث التي ناقشها ملتقى المشاريع البحثية الاستراتيجية الممولة من منحة المكرمة السامية. هذه البحوث تم تمويلها لأنها تتسم بموائمة أهدافها بأهداف البلد التنموية والاستراتيجية، وأيضا بأنها فيها نوع من الجدة، يعني نوفلتي، يعني شيء جديد يعني تريد أن تحققه، وأهدافها أهداف واضحة ومنهجيتها نفس الشيء كانت منهجية واضحة. فهذه البحوث مثل ما قلنا بحوث مهمة جدا تتوائم مع توجهات البلاد الاستراتيجية، وتم تمويلها طبعا خدمة لتوجهات البلد. أيضا هذه البحوث خلاص اكتملت، يعني تم اكتمالها، ونريد أن نبرزها للمجتمع وللجهات المختلفة حتى يتم الاستفادة من نتائجها. الملتقى استعرض مهارات التفكير الناقد لدى طلبة جامعة السلطان قابوس مقارنة بين القياس والتوقعات، وموجزا حول فاعلية تصميم برمجيات التقانة الحديثة وتوظيفها في تعليم القراءة باللغة العربية في مدارس الحلقة الأولى للتعليم الأساسي بالسلطنة. نوصي المعلمين في المدارس بالتوسع في استخدام التكنولوجيا لما فيه طبعا من صالح معالجة الضعف القرائي وربما معالجة ضعف الرياضيات ويعني إلى آخره من ربما الإشكالات التي يعاني منها الميدان التربوي في سلطنة عمان. الملتقى استعرض كذلك بحثا عن تقييم نمط الحياة، النشاط البدني والعادات الغذائية والسلوكيات الخاملة ومؤشر كتلة الجسم لدى المراهقين. خرجت هذه الدراسة بمعلومات تتعلق بمدى انتشار السمنة ومدى انتشار الوزن الزائد ومدى انتشار الوزن الأقل من الطبيعي أيضا، وهناك يعني أيضا مؤشرات مهمة جدا ينبغي أن تتكاتف الجهود كافة في سبيل كافة المعنيين من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة الشؤون الرياضية. يجب أن يتكاتف الجميع في سبيل وضع خطة وطنية للتعاطي مع هذه المشكلة. يعد الملتقى منصة علمية نقاشية ثرية تركز على إبراز أهم ما توصلت إليه البحوث بما يخدم مؤسساته وقطاعات العمل فيه. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط. تخطط وزارة الصحة لافتتاح وحدة للسكتة الدماغية في مستشفى السلطان قابوس بصلالة، وهي الرابعة من نوعها في السلطنة، في إطار الاهتمام الحكومي لتوسيع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. صرح بذلك معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. في السلطنة ولله الحمد بدأ التحضير لإنشاء أول وحدة للسكتات الدماغية في المستشفى السلطاني في عام 2012، وتم افتتاحها رسميا في عام 2014. تم نقل هذه الوحدة في مستشفى خولة نظرا لقربها من طب جراحة الأعصاب والتدخلات الإشعاعية أيضا. بعد ذلك تم افتتاح وحدة في مستشفى نزوة محافظة الداخلية في عام 2016، وفي العام المنصرم تم افتتاح الوحدة الثالثة في مستشفى صحار، ونأمل في القريب العاجل بإذن الله يتم افتتاح الوحدة في مستشفى السلطان قابوس في صلالة. أيضا علاوة على افتتاح هذه الوحدات وتتجاوز التحديات التي واجهت الوزارة، وأهمها هو إيجاد كوادر بشرية مهيئة، تم تدريب أكثر من 30 ممرضة بالتعاون مع مؤسسات تدريبية في ألمانيا، وأيضا تم استقطاب بعض الكفاءات أخيرا.
اختتمت بكلية الدفاع الوطني ندوة الابتكار في العمل الحكومي التي تهدف إلى توظيف الابتكار والارتقاء بجودة الأداء الحكومي. الندوة استهدفت واستعرضت أهم النتائج والمبادرات والتوصيات التي توصل إليها المشاركون في الدورة الخامسة. رعى حفل الختام معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع. كلية الدفاع الوطني تستعرض أبرز النتائج والمبادرات والتوصيات في ختام ندوة الابتكار في العمل الحكومي التي نفذها المشاركون بالدورة الخامسة بالكلية بمعية المستشارين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال. الهدف في النهاية هو الارتقاء في الأداء الحكومي وأيضا السمو في تقديم خدمات متميزة، خدمات سريعة، خدمات نوعية للمواطن والمقيم، وخدمات مماثلة أيضا بالنسبة للمستثمرين سواء المستثمر المواطن أو المستثمر الأجنبي. عمدت الكلية أن تأخذ على عاتقها المساهمة مع الحكومة والقطاعات الأخرى بدراسة تكون رافدا وإضافة جادة للعمل من حيث ما يمكن أن نضيف على الدراسات السابقة على أن تكون قابلة للتطبيق. كانت عمليات العصف الذهني ومهارات الحوار والإقناع هي الأساليب والطرق التي استخدمها المشاركون بالندوة للوصول إلى أبرز السبل والآليات الكفيلة بتعزيز جودة العمل الحكومي. أشعر بالفخر الشديد لمخرجات هذا اليوم الختامي حقيقة، وحيث تعددت هذه المخرجات من خلال التقانة أو الابتكار الحكومي أو تبسيط الإجراءات الحكومية. وحقيقة المخرجات التي سمعناها اليوم مخرجات رائعة وعملية، واتسمت بالعمل الجاد والمحترف. موضوع الابتكار في العمل الحكومي لأهمية هذا الموضوع الآن في تطوير الوطن، خصوصا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفيما يتعلق بتحقيق دراسات وتطوير المجتمع ومواكبة التطوير الذي يحصل على مستوى العالم في هذا المجال. تمثلت فعاليات الندوة في تقديم أوراق عمل متخصصة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة التي تهتم بتطوير آليات وسبل تعزيز جودة العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات المتبعة لشتى المؤسسات الخدمية. أسهمت كثير في تحديد بعض التحديات فيما يتعلق مثلا بإدارة الموارد البشرية والتحديات المالية وكيف يتم التغلب عليها. يأتي تنظيم كلية الدفاع الوطني لمثل هذه الندوات مساهمة منها لترسيخ ثقافة الابتكار والمساهمة في تطوير الأداء الحكومي بما يخدم الأهداف الوطنية. الملازم أول ناصر بن خميس الكلباني، كلية الدفاع الوطني، مسقط. فتحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باب التسجيل للحج عبر النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج السلطنة خلال الفترة من اليوم وحتى 8 رجب سنة 1439 هجرية، الموافق 26 مارس سنة 2018 ميلادية. وأوضحت الوزارة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن طريقة التسجيل تكون عبر الرابط الإلكتروني بشكل مباشر خلال الفترة المحددة، حيث يتيح النظام 3 طرق للتسجيل المباشر: التسجيل بإدخال الرقم المدني أو بالبطاقة الشخصية أو برقم الهاتف النقال إن كانت شريحة البطاقة الشخصية وبطاقة الهاتف مدعومة بنظام التصديق الإلكتروني. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 5000 شخص أتم التسجيل خلال الساعات الماضية، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن حجاج هذا الموسم في شهر أبريل القادم. ويمكن للراغبين في التسجيل بنظام الحجاج الدخول إلى الموقع مباشرة أو التوجه إلى المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار وإدارات ومكاتب الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات والولايات أو مكاتب مراكز سند بجميع محافظات السلطنة. الآن ننتقل إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميلة شعثاء البكية.
شكرا إبراهيم، أهلا بكم. ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ريادة إلى أكثر من 32 ألف مؤسسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسعى الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص إلى مواصلة دعم هذا القطاع لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنمو بوتيرة متسارعة في مختلف ولايات السلطنة، مستفيدة من دعم القطاعين العام والخاص لها واهتمام الشباب المتزايد بارتياد العمل الحر وتأسيس مشاريعهم الخاصة. وضمن برامج الدعم المباشر من القطاع الخاص في دورته الخامسة، أعلنت المؤسسات الفائزة في هذا البرنامج مواصلتها تطوير المشاريع والمنح المالية، إضافة إلى تقديم الاستشارات والخبرات إلى رواد الأعمال. هذه مبادرة فعلا مهمة جدا لتنمية مثل مؤسسات نحن. إحنا ننمو صغار، ننمو بهذه المبادرات. حقيقة الدعم اللي قدموا لنا دعم كبير، ما بس هو دعم مالي، هو الدعم الإداري، الحلول اللي قدموا لنا إياها لننمو وننكبر ونكون عندنا استدامة في مشروعنا. نقطة انطلاقة نحو نجاحات أفضل إن شاء الله في المستقبل. أعتبر نفسي من هذا المنبر راح أبدي حياة جديدة، أتمنى من خلالها أوصل للهدف اللي أنا أسعى له إن شاء الله. وأشكر كل القائمين على مثل هذه البرامج من الدعم. ويأتي هذا الاهتمام سعياً لتنمية هذا القطاع وتعزيزاً لدوره في الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة داعمة وحاضنة للابتكار. المؤسسات الصغيرة تحتاج إلى الدعم، الدعم الإداري والدعم المالي والدعم الإرشادي في نفس الوقت، ونحن كمؤسسة الزبير قائمين بهذا الواجب بقدر الإمكان، وإن شاء الله نتمنى بأن نقوم بدعمهم الدعم الصحيح ونراهم في المستقبل من الشركات الكبرى حال باقي الشركات الحالية. التركيز على القطاعات الخمسة التي نعول عليها خلال المرحلة القادمة، اللوجستيات، القطاع السياحي، الصناعة وغيرها، هذه القطاعات مهمة جدا، فلذلك هذه المبادرات إذا ما ركزت على هذه القطاعات في تقديري أننا سننجح في إيجاد مجموعة من رجال الأعمال، مجموعة من المشاريع المتميزة في السلطنة. وتشير أحدث الإحصائيات إلى ارتفاع أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة إلى أكثر من 32 ألف مؤسسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتركز هذه المشاريع في قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي والتشييد والخدمات والصناعة والسياحة والزراعة. استمرارا للجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والخاصة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل، فقد تم تعيين أكثر من 16500 باحث بمختلف مؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة. وقالت وزارة القوى العاملة أن عدد المعينين من حملة الدبلوم ودبلوم التعليم العام كان له النصيب الأكبر، فيما بلغ عدد المعينين من حملة المؤهلات الجامعية نحو 3000 في الفترة من 3 ديسمبر من العام الماضي وحتى 12 من الشهر الجاري. وما زال قطاع الإنشاءات والتشييد وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الصناعات التحويلية تشهد أعلى نسبة تعيين. من منطلق الحرص المتواصل على تعزيز الوعي الاستثماري والوقوف على تطورات سوق الخدمات المالية المحلية والأجنبية، انطلقت أعمال ندوة أخبار التمويل الإسلامي بمسقط. الندوة تضمنت أوراق عمل حول التنمية الاقتصادية في السلطنة وأسواق المال وصناديق الاستثمار. للسنة الثالثة تناقش هيئة سوق المال والبنك المركزي والقطاع المصرفي أبرز تطورات سوق الخدمات المالية المحلية والأجنبية ومستجدات التمويل الإسلامي، وذلك من منطلق تعزيز الوعي الاستثماري والتعريف بالفرص الاستثمارية. يأتي تنظيم هذا المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي في السلطنة إيمانا بأهمية السلطنة كحاضنة لقطاع التمويل الإسلامي، وكذلك دعما لقطاع التمويل الإسلامي، القطاع الذي شهد خلال الفترة الماضية منذ تدشينه في السلطنة نموا جيدا،
وهذا دليل على اهتمام جميع المعنيين بهذا الموضوع، وكذلك هذا إيمانا بأهمية التمويل الإسلامي كأحد مخرجات قطاع سوق رأس المال التي تساهم في دعم القطاعات المختلفة. هذا المؤتمر يأتي للمرة الثالثة ليتم الوقوف على واقع التجربة، تجربة الصرف الإسلامي والمالية الإسلامية في السلطنة، من خلال لقاء خبراء محليين وخارجيين لتدارس وتقييم واقع التجربة والنظر في حلول جديدة. التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، قيادة النمو من خلال الخدمات المصرفية الإسلامية وأسواق المال والتكافل والصكوك وصناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري في عمان والتحضير للمستقبل. التكنولوجيا المالية في عمان، ثلاث جلسات ناقشتها الندوة. التنوية وعن الابتكار في المنتجات الإسلامية، لأن من أكبر المشاكل اللي بتواجهها المنتجات الإسلامية دلوقتي هو قلة الابتكار ومشابهتها في كثير من النواحي للمنتجات التقليدية. وكمان هنتكلم عن أهمية توحيد المستندات والعقود الخاصة بالتمويل الإسلامي لخفض تكلفة المعاملات الإسلامية. كما ناقشت الندوة كيفية التركيز على الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار العقاري وما يعنيه لسوق الاستثمار العقاري القادم. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. أعلن الطيران العماني تسلمه الطائرة الثانية من طراز بوينغ 737 ماكس 8 ضمن طلبية مكونة من 30 طائرة من هذا الطراز الذي يتميز بقدر أكبر من المرونة والكفاءة وراحة الركاب في سوق الطائرات ذات الممر الواحد، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف تشغيلها بنسبة 8% مقارنة بمنافساتها من المصانع الأخرى. انتهت النشرة الاقتصادية وعودة للزملاء إبراهيم وجيهان. نفذت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حلقة عمل تدريبية عن كيفية التعامل مع وسائل الإعلام السمعية والمرئية للمنتسبين إلى البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية. وخلال حلقة العمل أجري تطبيق عملي للمشاركين في استوديوهات الهيئة المختلفة. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون باستوديوهاتها الحديثة وقطاعاتها الناقلة للخبر والمعلومة نفذت دورة تدريبية لمنتسبي البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية، وذلك لإكسابهم مهارات التعامل مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لإيصال الرسالة الإعلامية بكل شمولية وشفافية ووضوح، إضافة إلى التعرف على استخدام لغة الجسد في الحوارات التلفزيونية. أن الورشة هذه أتت لتعين القيادات المشاركة في البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية على إيصال ما لديهم من معاملات أو تعامل أو معلومة للجمهور من خلال طبعا وسائل التواصل المعروفة، إن كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وما الذي يحتاج له كل شخص في مسؤول لإمكانية كسب المهارات للتعامل مع مثل هذه الوسائل المختلفة، بحيث أن تكون أداة معينة في كل الجهود المبذولة في التنمية. حلقة تدريبية مكتملة لمنتسبي برنامج الوطني للقيادة التنافسية، وهذه الحلقة تأتي ضمن استعداد وحقيقة تعلم الأسس الحقيقية كيف إجراء المقابلات والحديث في التواصل الاجتماعي. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة. نوفر إمدادات مياه للمشتركين، هذا هو مبدأ معمول من السابق. هكذا كان الجانب النظري للمشاركين في البرنامج الذي تعرف من خلاله المشاركون على أحدث التقنيات المستخدمة في مبنى الاستوديوهات ومراحل القصة الخبرية وبثها على الهواء. هذه الورشة هيئت لنا التعرف على المهارات الأساسية للتعامل مع وسائل الإعلام التقليدية والوسائل الإعلام الحديثة كالتواصل الاجتماعي، وهذا يعتبر في هذه الأيام جزء وركن مهم في تطبيق الأساليب الحديثة للإدارة والقيادة. البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية يهدف إلى الارتقاء بالعنصر البشري الذي يمثل المورد الحقيقي
للارتقاء بالمؤسسات. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. ننتقل بكم إلى الأخبار الرياضية مع الزميل عبد العزيز الهندي. شكرا جيهان، أهلا بكم إلى أخبار الرياضة. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الهولندي بن فيربيك قائمة المنتخب للمعسكر الداخلي الذي ينطلق الأحد القادم، والذي يأتي ضمن استعداداته لمواجهة فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2019. المعسكر هو الأول للمنتخب منذ تتويجه بكأس الخليج العربية 23 بالكويت، ويستمر لعشرة أيام حيث يختتم في 28 من الشهر الجاري. ولم تحمل القائمة أي مفاجآت تذكر بتواجد أغلب الأسماء التي مثلت المنتخب في البطولة الخليجية. ويأمل الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر في الخروج بالجاهزية التامة قبل مواجهة فلسطين في 27 من مارس الجاري. نجح المنتخب الوطني للهوكي من تصدر مجموعته ضمن البطولة التأهيلية لدورة الألعاب الآسيوية بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية، وبالتالي التأهل المباشر لدورة الألعاب الآسيوية التي تقام في جاكرتا صيف 2018. وبات المنتخب يبحث عن التتويج بالبطولة بعد بلوغه المربع الذهبي، حيث سيواجه منتخب تايلاند في نصف النهائي. بعد فترة من الإخفاقات والصعوبات، أدخلت الجميع دائرة الشك حول حظوظ المنتخب الوطني للهوكي لاستعادة الثقة والعودة لوضعه الطبيعي الذي عرف عنه في القارة الصفراء، لتأتي فسحة الأمل في البطولة التأهيلية لدورة الألعاب الآسيوية، ولينفض الأحمر غبار إخفاق كأس آسيا ويستعيد شيئا من الزمن الجميل، لتبتسم أرض السلطنة كما تعودت لأصحابها. فالمنتخب يمشي الهوينة نحو تحقيق اللقب بعد أن ضمن التواجد في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا صيف 2018. الأحمر الذي عبر الصين تايبي بصعوبة وكاد أن يقع في فخ التعادل، إلى أن رغبة لاعبيه ودعوات جماهيره ذهبت به نحو أولى الانتصارات بفارق هدف وحيد. ومضت المسيرة الموفقة للأحمر الباحث عن حسم بطاقة العبور قبل الدخول في حسابات معقدة، ليأتي تأكيد التأهل أمام سريلانكا التي أوجع الأحمر شباكها بخماسية لهدف وحيد، وهي المباراة التي فتحت أبواب جاكرتا على مصراعيها. وبات التفكير في تأكيد زعامة المجموعة، وهو ما تأتى من فوز صريح على كازاخستان بثلاثية نظيفة. ولأن عراقة لعبة الهوكي محليا تحتم على المنتخب بذل أقصى ما يمكن، فإن هذا يجعله يترقب ما سيكون من تفاصيل المربع الذهبي، وعينه على تجاوز عقبة نصف النهائي، ومن ثم التفكير في لقب يزين خزائن اتحاد الهوكي الذي غابت عنه الأفراح طويلا وبات بحاجة ماسة لابتسامة تعيد إليه الروح وتذهب به إلى جاكرتا باسط الكفين مرفوع الرأس باحثا عن مزاحمة كبار القارة لإعادة لعبة الهوكي العمانية لمسارها ومكانها الطبيعي. هذا وقد اكتملت المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي بطولة الهوكي التأهيلية لدورة الألعاب الآسيوية بعد أن أقيمت مساء اليوم مباراتين حملتا تأهل بنغلاديش وتايلاند للمربع الذهبي، حيث نجح منتخب بنغلاديش في التفوق على أفغانستان يتأهل كمتصدر للمجموعة الأولى، كما فازت تايلاند على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 3 أهداف نظيفة لتتأهل لمواجهة منتخبنا الوطني متصدر المجموعة الثانية. وستقام بعد غد الخميس مباريات المربع الذهبي، حيث يلتقي منتخب بنغلاديش مع سريلانكا، في حين سيكون المنتخب الوطني على موعد مع تايلاند في الساعة 8 مساء. ودع السويق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما أنعش ظفار آماله في المنافسة بعد تغلبه على الفيصل الأردني، حيث خسر السويق مباراته الرابعة على التوالي في دور المجموعات بعد تلقيه خسارة قاسية أمام مضيفه الجزيرة الأردني برباعية نظيفة، ليودع السويق البطولة من الباب الضيق.
من جانبه تمكن ظفار من خطف الفوز الأول له في المسابقة بعد فوزه على ضيفه الفيصل الأردني بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من حالتي خسارة وفوز وتعادل ليبقي حظوظه في التأهل حتى الجولتين المتبقيتين من دور المجموعات. تنطلق غدا منافسات البطولة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية والتي ستقام على ملاعب المدينة الرياضية بالمصنعة وتستمر حتى 17 مارس الجاري بمشاركة 28 منتخبا عالميا وتأتي بتنظيم من الاتحاد العماني للكرة الطائرة وبالتعاون مع وزارة الشؤون الرياضية علما بأن المنتخبات المشاركة أكملت وصولها قبل يومين من انطلاق المنافسات ليتسنى لها التعود على الأجواء والدخول في أجواء البطولة. نجح نادي السيب من تحقيق انتصار على حساب أهل سداب ضمن المربع الذهبي لدوري عام السلطنة لكرة السلة. المباراة أقيمت أحداثها على الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وشهدت المواجهة تنافسا كبيرا بين الفريقين، إلا أن السيب نجح في النهاية من حسمها لصالحه بفارق 6 نقاط بعد أن انتهت المباراة ب78 نقطة مقابل 72. تترقب جماهير الكرة العالمية الليلة منافسات إياب دور 16 ضمن دوري أبطال أوروبا والتي تحمل في طياتها مواجهتين على مستوى عال من القوة والمنافسة. فعلى ملعب الأولد ترافورد يحل نادي إشبيلية الإسباني في ضيافة مانشستر يونايتد الإنجليزي لإحداث مفاجأة كبيرة على مسرح الأحلام بعد أن نجح النادي الإسباني من الخروج بتعادل سلبي في مواجهة الذهاب دون أهداف، في حين يبحث اليونايتد على تحقيق انتصار يذهب به لدور 8 مباشرة. وعلى ملعب الأولمبيكو يستضيف روما الإيطالي نادي شاختار دونيتسك الأوكراني لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي حسمها النادي الأوكراني لصالحه بهدفين لهدف. ختام أخبار الرياضة، شكرا لكم وعودة إلى إبراهيم وجيهان وما تبقى من أخبار العشر. أهلا بكم من جديد. بوداعتها وأفلاجها المتدفقة وبيوتها الأثرية وأسوارها تقف قرية بدت إحدى القرى الجبلية بولاية السويق شاهدا من شواهد الحضارة العمانية. القرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين، فمقبرتها الضاربة في القدم شاهد على تاريخ القرية التي تضم أصغر فلج يمكن مشاهدته، ويثمن أهالي بدت جهود الحكومة في صيانة الفلج ويأملون صيانة بعضها الآخر. 40 كيلومترا تشير إلى قرية بدت، بعض الأهالي يمشون أمامنا للوصول إلى فلج القرية، ويا للدهشة، فلج صفات العين، قناة ضيقة تمتد من العيون لمسافة طويلة، الماء فيها لا ينضب أبدا، كأصغر فلج يمكن أن تشاهده. الفلج هذا موروث وأصغر فلج في العالم من حفظنا العقل، هو بيشوفه يعني يستسهله، يعني نظيم الفلج هذا، لكن مسويين له مجمع حتى نتجمع مثلا 24 ساعة أو 12 ساعة في الليجل هذا. منذ زمن بعيد شق هذا الفلج على أرضية صخرية صلبة من منبع العيون الجبلية ليصل إلى أحواض التجمع أو ما يعرف محليا باللجل، ومن يصدق أن هذه الأحواض تمتلئ من قناة تجري فيها المياه بهذا الشكل. وفي الطريق لمشاهدة الملامح التاريخية للقرية يصمد ما تبقى من هذا البيت الأثري القديم المعروف عند أهل القرية باسم بيت جبيجب الممتد لمئات السنين، وعلى أطرافه فلج جبيجب الذي نالته رعاية الحكومة الرشيدة. الفلج هذا تابع للحيل هذا ملاحظين، يعني يمتد مسافة يمكن تقريبا 4 كيلو، يعني تم صيانته من قبل الحكومة. في أفلاج ثانية يعني نبالهن صيانة، يعني مثل حيل وسطى وحيل المقلي. أناشد جهة المختصة بترميم هذا الأفلاج، لأن هالقرية بدون تصريح أفلاج ميتة. الرحلة لما تنتهي بعد، فحيل جبيجب أحد المواقع التي تأسر العين بما فيها من محاصيل زراعية يستفيد منها الجميع، والفرصاد أجمل ما يمكن أن تأكله منها،
وقبل الانتقال للمواقع الأثرية القديمة سألنا عن سبب تسمية القرية. حسب ما سمعنا من سالف أجدادنا بأنها أول ما بدأ الحركة العمرانية من مئات السنين، والدليل على ذلك بيت قبيقب وحصن البلاد وبعض المناطق الأثرية التي توجد بهذه القرية. الملامح الأثرية الموغلة في القدم، وهذه السبلة على قمة الجبل، ومقبرة القرية التي تعود لآلاف السنين، كلها شواهد تاريخية تحكي قصة المكان. 40 كيلومترا تأخذك فيها الطرق الحديثة والتنمية من الطريق العام بولاية السويق إلى الجنوب الغربي بوادي الجهاور، حيث تمتد هذه القرية في عمق التاريخ. عبد العزيز بن حمد العجمي من قرية بدت بولاية السويق محافظة شمال الباطنة. في ختام النشرة تذكير بأهم العناوين. بتكليف سام سمو السيد هيثم بن طارق يتوجه غدا لجمهورية أوزبكستان لترأس وفد السلطنة في حفل افتتاح المبنى الجديد لمكتبة أبي الريحان البيروني بطشقند. الانتهاء من أعمال مشروع تحسين وتوسعة مصفاة الصحار بنحو 2,600,000,000 دولار. الخطط الأكاديمية واستراتيجية الاستثمار لمشروع جامعة عمان ومدينة العلم والتقنية أمام اللجنة الاستشارية الدولية للمشروع. مايك بومبيو وزيراً جديداً للخارجية الأمريكية خلفاً لريكس تيلرسون. في ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. آخر الصور الجوية توضح خلو سماء المنطقة من السحب المؤثرة، بعض السحب المحلية التي تتشكل على سلسلتي جبال الحجر الشرقي والغربي وتؤدي إلى هطول أمطار متفرقة خلال فترة ما بعد الظهيرة. إذا مباشرة إلى توقعات الأجواء للنهار القادم، الرياح شمالية غربية إلى شمالية على محافظتي الوسطى وظفار في حدود 10 عقد، البحر هادي إلى متوسط الموج على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.5 متر مع ارتفاع في الرطوبة النسبية والتي قد تصل إلى 90%. على سواحل محافظة مسندم أيضا الرياح جنوبية غربية نشطة في حدود 15 عقدة غرب المحافظة، وبالتالي يبقى البحر أيضا بين هادي إلى متوسط الموج. وعلى سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان الرياح شمالية إلى شمالية شرقية في حدود 10 عقد مع بحر هادي الموج، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.25 متر ورطوبة نسبية تتراوح بين 20% إلى 70%. مباشرة إلى التوقعات في محافظة مسقط، فرص لربما بعض الأمطار الخفيفة نتيجة تدفق بعض السحب خلال فترة ما بعد الظهيرة من الجبال الغربية، وفي جنوب الباطنة 33 درجة في رستاق. في صحار تبقى درجات الحرارة حول منتصف الثلاثينات مع أجواء مشمسة بشكل عام، والحالة ذاتية بالنسبة لخصب، ولكن درجات الحرارة في حدود 30 درجة مئوية. شمال الشرقية وفي إبرة فرص لبعض الأمطار المحلية خلال فترة ما بعد الظهيرة، ودرجات الحرارة العظمى عند أوائل الثلاثينات. في الداخلية أيضا في نزوة 31، وفي جبل شمس 18 درجة، عبري 33 درجة مع أجواء مشمسة، وفي البريمي 30 درجة مع أجواء مستقرة بشكل عام. إلى محافظة ظفار وفي صلالة 30 درجة مع تدفق بعض السحب بين حين وآخر، وأكثر منها بخمس درجات هناك في ثمريت مع أجواء مشمسة أيضا، و36 درجة هنا في هيمة مع فرص لتشكل بعض السحب المنخفضة خلال ساعات الضباب، خلال ساعات الصباح الأولى وحتى الضباب في بعض الأماكن. إلى جنوب الشرقية وفي جزيرة مصيرة درجات الحرارة العظمى عند أواخر العشرينات مع بعض السحب، الحالة ذاتية هنا في الأشخرة 30 درجة مع أجواء غائمة جزئيا بين حين وآخر، وهنا أيضا في صور تواجد لبعض السحب ودرجات الحرارة تبقى عند أوائل الثلاثينات. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.